Hello, grade 5. How are you? Today we'll learn about English now. First term, Unit 4, Shopping, Part 2. The difference between here and lesson. الاختلاف بين verb here و verb lesson. يعني ايه here يا سنة خمسة اخدناها part number 1 في part 1؟ يسمع يا ميس. معنى يسمع. Listen بمعنى يستمع. يستمع. Here the sound comes in your ears if you hear something. يعني الصوت اللي بيجي على ودنك عادي، احنا عايزين كده مش مركزين، بنسمع صوت حد بيتكلم بره، بنسمع صوت حد ماشي من الشارع، الباعة الجائلين، كل دي اصوات بتيجي على الاذن بتاعتنا بما اننا ربنا الحمد لله حبينا بحاسة السمع وبنسمع، فبنسمع اي صوت اللي بنايمين مثلا بالليل، ونسمع صوت الكلب بهوى في الشارع، دي كلها ايه اصوات بتيجي على ودننا ما بنركز فيها وبنسمع. دي هير الماضي من هير هير. قلت قبل كده ان ده irregular verb. ليه irregular؟ علشان اخره ار والماضي منه بحط له only d، ما بحطش اي دي. ده هير الماضي منها هير. example I heard a dog barking in the middle of the night. يعني أنا سمعت نباح الكلب في منتصف الليلة. Number two, listen. يجي بقى الverb listen بيقول to pay attention to what someone is saying or the sounds that you hear. يعني إيه to pay attention؟ إنك تكون منتبه إيه اللي أنت إيه جاي على ودنك هتسمعه. يعني تكون منتبه الحاجة اللي أنا هسمعها، بركز عشان أسمع في الصوت اللي انا جاي لي، جاي صوت غريب مثلا، او ان انا مثلا عايز موسيقى موسيقى او بتسمع الفصل بالظبط، بسمع راديو فبركز في الصوت اللي انا بسمعه ده، انا قاصد ان انا اسمع الصوت ده، فعشان كده بركز معاه. بسمع المستر او الميس وهي او هو بيشرح، فلازم اكون listen. يعني ايه؟ منتبه او مصغي ليه، بستمع بانتباه. يبقى listen بستمع بانتباه، انما هير بسمع اي صوت جاي للاذن. اكزامبل لسن، وخد بالك لسن على طول لما تيجي اقول لحد ايه اسمع كده فتبتدي تركز، فوراه ايه اكسكليميشن مارك، ايه يعني حاجه من اللي بتميزني لسن وهير، ان لسن على طول تيجي وراه اكسكليميشن مارك علامه تعجب، ان خد بالك هتسمع حاجه. لسن اسمع كده، the children are singing، الاطفال بيعملوا ايه؟ بيغنوا. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الفرق بين listen and hear لسنة خمسة، ان hear هي الاصوات اللي بتيجي اي صوت بيجي بدون اي مجهود للبني ادم بيسمعه، الاصوات العادية بما اننا الحمد لله ربنا حرينا بنعمل السمع، انما listen بالاصوات اللي انا بنتبه ليها او بركز فيها، علشان كده ايه بتخاف اقول لك اسمع كده ركز كده، فتقول ايه مركز عشان تسمع الصوت. Complete with hear or listen. يعني هنكمل سواء بhear or listen على حسب بقى الجملة بتاعتك. Number one, he always speaks to his teacher's attention. يعني بيقولي he always speaks to his teacher attention. يعني هو attentively يعنيها بانتباه. يبقى زي ما احنا قلنا ان انا عشان اسمع المستر او اسمع الميس ده هنا لازم اكون مركز، ففي الحاله دي لازم اختار verb. ايوه listen يا ميس، سمعك listen، بس هنا انا حسب الجرامر بتاعي هركز في الجرامر. عندك هي وعندي always the keywords من present simple، فالverb لازم ياخد s، يبقى lessons. Number two, some people can't speak. They are deaf. They are deaf. خد بالك الديف دول هم الناس الأصم ما اللي ربنا ما أنعمش عليهم بالنعمة بتاعت السمع. إحنا ربنا الحمد لله أحبينا بنعمة السمع، دول حرموا بنعمة السمع فسميهم ديف اللي هم الأصم ما. يبقى كانت إيه؟ غير يعني مش هي يعني مش هيسمعوا حاجة من غير ما يركزوا، فأوريدي هما يبقى مش بيسمعوا. يبقى في الحالة دي بقول some people can hear. خد بالك بعد can't لازم verb infinitive، يعني من غير أي إن دي من الموديل verb
اللي عندي ودايما بتميز كلمة ديف هير، يبقى أول ما بشوف ديف باخد هير، وكلمة attentively برضو بتميز لي listen. Number three يقول لي space، بعد كده exclamation mark، بالك ان انا قلت لك exclamation mark برضو بتميز مين عن مين عن مين. There is a strange sound، يعني ايه strange sound؟ غريب، بجد صوت غريب. يبقى انت على لازم تركز. لسه حضرتك قلت لنا قبل كده بتيجي في اول الجمله وبعديها علامه التعجب دي تبقى لسن من غير اي اضافات، بتبقى انفينيتيف. لكن هي هتكون انفينيتيف علشان جايه لي امبارتيف، صيغه الامبارتيف صيغه الامر في اول الجمله، فلازم تبقى انفينيتيف. لسن اقول لواحد اسمع، there is a strange sound، في صوت غريب. بعد كده بيقول لي read the passage and answer، تقرأ القطعة وأجب. نبتدي نقرأ القطعة مع بعض اسم خمسة، ودايما اتفقنا كده ان احنا كل فلوستوب بنقف نترجم، وبعد كده هنقراها كلها على بعضها، ومفترض ان احنا كمان بنقرأ الاسئلة من غير ما نجاوب، ونطلع نقرأ الباسج تاني علشان نكون بقى صورة واضحة للباسج قبل ما نبتدي نجاوب. الباسج اللي عندي بيقول لي سارة and إسراء were classmates، يعني الجملة ان سارة وإسراء دول زملاء دراسة، classmates معناها زمايل دراسة. grandmother was old، الجدة كانت عجوزة. سارة and إسراء swept the floor، took out the garbage، made the bed، hung up the clothes and did the laundry for grandmother. طبعا الجملة دي طويلة قوي، خد بالك ان في عندي اشياء متعددة، وبحط بعد كل حاجة القمة وبحط قبل الشيء الاخير ان. يبقى بيقولي ان الجدة كانت سنها كبير او عجوزة، وصاروا اسراء عملوا ايه؟ سويبت ذا فلور، يعني كنسوا الارضية، توك اوت ذا جاربج، يعني خرجوا القمامة بره، ميد ذا بيت، يعني رواقوا السرير، هانج اوت ذا كلوز، علقوا الملابس، اند ديد ذا لونري فور جراند ماذر، وغسلوا الغسير لجدتهم. grandmother wanted to set the table for lunch but Sarah and Sara did that for her، معناها ان الجدة ارادت ان تعد المائدة للغداء، لكن سارة وإسراء عملوا لها ده، يعني قالوا لها لا عنك انت مثلا يا تيتا، احنا هنعملها عنك هنساعدك. grandmother was happy، كانت ايه طبعا مبسوطة باللي هما بيعملوه عشانها. she kissed Sara and Sara they kissed grandmother، هي حبلت البنتين وهم كمان حبلوها. هقراها تاني من غير translation. Sarah and Isra were classmates. Grandmother was old. Sarah and Isra swept the floor, took out the garbage, made the bed, hung up the clothes, and did the laundry for grandmother. Grandmother wanted to set the table for lunch, but Sarah and Isra did that for her. Grandmother was happy. She kissed Sarah and Sarah. They kissed grandmother. يلا نشوف الأسئلة بتاعتنا. Number one. What did Sarah take out? هنا بقى هقول إيه ميس؟ They took out the garbage. Excellent. يبقى بيقول لي إيه اللي هي خرجته؟ لو رجعنا للمسج بتاعتنا هلاقي إن هي إيه خرجت القمامة اللي بره، يبقى they took out the garbage. طبعا يا ميس توك اوت ذا كارب، او لاحظ ان فيرب الجمله عندي تيك، وهنا نزلتها في الماضي عشان هنا في هيلبنج فيرب، هنا ديد في زمان باست. واي ديد جراند ماذر كيس سارة اند اسراء، ليه قبلتهم؟ اكيد يا ميس عشان هم ساعدوها صح. خلي بالك هنا ممكن هنا اكتب الاجابه بقى اللي هي ايه ساعدوها في ايه، ان هم مثلا حطوا ترابيزه واخدوا الجبال كل ده ممكن، يعني بما اننا عشان ما نطولش على نفسنا لان هي فعلا المسج طويله، فاحنا اختصرنا الاجابه كلها ان هي قبلتهم علشان ساعدوا. وخلي بالك هنا في واي، يبقى لازم اجاوب بايه؟ بيكوز. سارة تشوز، تعال نشوف كده مع بعض تشوز الاختيارات. نمبر 1 سارة اند اسراء وير ايه؟ تيتشرز دكتورز. طب هنا خلي بالك بقى، هو في القطعة مش موجودة بس في حاجة كانت ايكوال بتساويها، هي ركز كده معايا معناها زمايل دراسة
طب مدام زمايل دراسة يبقى هما ايه؟ تلاميذ، يبقى pupils. Grandmother happy angry hungry جوعان. يبقى هنا طبعا كانوا ايه؟ ميس هابي، ميس طبعا اكيد الجده كانت مبسوطه منهم. Supply the missing parties in the following dialogue. طبعا الدايلوج زي ما قلنا قبل كده ان دي عباره عن conversation between two persons or more than two، بيتكلموا مع بعض، حد بيسال والتاني بيجاوب. عندي هنا mother بتقول hello رامي what did you do this morning. مامة رامي بتكلمه بتقول له ازيك يا رامي عملت ايه النهارده الصبح. رامي قال لها هل مامة، بعدين الحاجه قال لها ذا كلوب. خلي بالك معايا كده اللي انت عشان عشان تحل اصلا الدايلوج لازم تقراه كله على بعضه عشان تعرف انت هتحل وتجاوب ايه بالظبط. ماشي. الام قالت له what did you do there، عملت ايه هناك. قال لها حاجه فوتبول. بعد كده مادر قالت له who played with you، قال لها جاوب حاجه. وبعدين قالت له سؤال، قال لها yes or he eats. تعالى بقى نجاوب مع بعض الاجابات. تعالى كده نشوف مع بعض. هلو what did you do this morning. هلو مام. I went to the club. طبعا رحت ايه النادي. طب ليه حطيت went عشان هنا السؤال بايه جديد؟ الهيلبنج فيرب عندي جديد، معناه ان انا بجاوب في زمن ايه الماضي. طيب mother what did you do there، عملت ايه هناك. طبعا طبعا يبقى هقول ايه I play football. مين اللي لعب هنا بقى open. ممكن اقول اشخاص علي، اي اسم من الاسماء دي. تمام. خلي بالك بقى من السؤال ده، ركز كويس جدا فيه. بيقولك yes I eat pizza. طيب ده في زمن ايه؟ عندي ايه تصريف تاني. طب بس خلي بالك ان هنا yes or no، يعني البداية كانت بايه helping verb did. ده did you eat pizza. طبعا عندي بدأت لازم عندي تعالى نقرأ كده مع بعض تاني الدايلوج كله على بعضه. هلو رامي what did you do this morning. رامي رد هلو مام I went to the club. What did you do there. I played football. Who played with you. My friend is. Did you eat pizza. Yes I eat pizza. Write a paragraph of four sentences about reading. هنا هنكتب paragraph يا ولاد عن ايه؟ عن reading. What's the meaning of reading. القراءة. هنا مش معنى يقرأ، هنا بمعنى القراءة. تمام. طيب تعال كده نشوف الكي ووردز اللي بنستخدمها في الباراجراف ده. library what's the meaning of library. مكتبة. read يقرأ. books كتب. interesting شيق. like يحب. خلي بالك انا هنا ممكن اكتب اكتر من اربعة، وهنا محدد لك اربعة، ممكن انت تكتب ايه اكتر من اربعة، بس المهم يكونوا ايه في زمن واحد ويكونوا ايه تبع ايه الموضوع، في سياق الموضوع. طيب reading اللي هي ايه القراءة. تمام. طيب انا ممكن اقول اول حاجة احنا اتفقنا عشان ابتدي البراجراف بتاعي بسيب ايه كلمة. طيب انا بحب عايز اقول انا بحب القراءة، هقول ايه like reading. طب بما انك بتحب القراءة يبقى هتروح فين يا سنة خمسة؟ بروح المكتبة. I go to the library. بذهب الى المكتبة. طب انا كده استخدمت like واستخدمت library. I go to the library every Friday. Every Friday يوم جمعة. كوميك بوكس يبقى هو حاطط لي كلمه بوكس. انا صنفت ان انا بحب قراءه الكتب الكوميديه، فقلت ايه ممكن طبعا ان انا اكتب ايه اي ريد هيستوري بوكس مثلا، كتب تاريخ او انجلش بوكس براحتك. اي ريد كوميك بوكس. ريدنج از فيري انترستنج. طبعا هنا كتب لي اربع جمل وانا ممكن احط جمل كتير جدا من عندي. تعالى نقرا كده الباراجراف مره ثانيه. خلي بالك ان الباراجراف بتاعك بيتكلم عن ايه ريدنج القراءه. طب ايه الكي ووردز اللي بتساعدني؟ library read books interesting like. اتفقنا لما اجي اكتب الباراجراف بسيب ايه مسافه كلمه. I like reading انا احب القراءه. I go to the library every day every Friday.
I go to the library every day, every Friday. أنا إيه بذهب إلى المكتبة كل جمعة أو كل يوم على حسب. ممكن تقول I go to the library every day. في ناس شغوفة جدا بالقراءة وبتحب تروح تخصص ساعة أو ساعتين للقراءة في المكتبة. تمام. I read comic books. Reading is very interesting. تمام. يعني اختبر نفسك، نشوف نفسنا عرفنا وفهمنا الدرس اللي احنا شرحناه ولا لا. سنة خمسة بيقول لي complete with here or listen، اكمل باستخدام here or listen. Number one، some people can't speak they are deep. اكدنا عليها مين هم الناس اللي هم مش بيسمعوا الاصماء بيجي معهم here or listen. Number two، عندي نقط there is a strange sound. برضو هخمن ايه، هقول ايه علشان اقوله ايه، يوجد صوت غريب.